يقول: ما هي المدينة الأمريكية الشهيرة الملقبة بالتفاحة الكبيرة؟ فكر معانا. ما هي المدينة الأمريكية الشهيرة بالتفاحة الكبيرة؟ كاليفورنيا؟ لا. هو أعطاني ولا يعطيني ولا يمكن تطلع معاك سعر. حاسيني شنو؟ ما بعرف. مشهورة بالتفاح الكبير؟ بالتفاحة الكبيرة، نعم. أعطني أسامي ولايات. كاليفورنيا. كاليفورنيا قل؟ كاليفورنيا. لا غيرها؟ نورث كارولاينا. أعطني أسامي الولايات. فلوريدا. واحد. مش واشنطن أكيد. التفاحة الكبيرة. The Big Apple. أيوة. The Big. من؟ شو؟ أي ولاية؟ مش عارف. نيويورك. نيوجيرسي. تكساس. كاليفورنيا. نيوجيرسي، تكساس، كاليفورنيا. خليني انا بعطيكم واحده. قلتوا لوس انجلوس؟ نحط لوس انجلوس. خمسه. الحين بشيل من الخمسه ثنتين، ولان واحده قلتوها صح. انت قلتوا نيويورك، نيوجيرسي، وانت قلت كاليفورنيا صح؟ انا قلت تكساس. نيويورك، نيوجيرسي، وتكساس. اوكي. عندك ثلاثه، واحده منهم صح. عندنا كم محاوله؟ محاوله واحده. نيويورك. ايش رايك؟ تكساس. نيويورك ان شاء الله. واجابه صحيحه، الف مبروك القال يا جماعه. نيويورك تلقب بالتفاحه الكبيره ذا بيج ابل، وربحتوا معنا جائزه من زبرجد المجوهرات، وجائزه من مطعم ايتشي محمد، وجائزه من الهيلتون عباره عن قسيمه لمنتجع سلوى، وايضا جائزه عباره عن عازل وحمايه من تيتانيوم، وعندكم من مركز المحمود الطبي، وجائزه من الجزيره العطور. الف مبروك، تستاهلوا. الله يعطيكم العافيه. سؤالكم يقول: يوضع على المكتب ويعلق على الحائط ويتكلم وهو ساكت، لا تقول لي الساعة وفكر معانا. يوضع على المكتبة ويعلق على الحائط. يوضع على المكتبة ويعلق على الحائط. ويعلق على الحائط. إنزين. ويتكلم وهو ساكت. ويتكلم وهو ساكت. منبه؟ لا لا، غير الساعة. تخيل شيء يتكلم وهو ساكت. تخيل، حيرني. كلمة ما يرد عليه لأنه ساكن بس هو يتكلم. يتكلم وهو ساكت. وهو ساكت. غريب. ولا يعلق على الحائط. يعلق على الحائط. يعلق على الحائط. الظل. وليس بساعة. الظل. لا. لا. أوكي، شكرا. على طول استسلم. يعني عطني بعد، عطني، حاول بعد. خلاص يعني جواب. إذا في ديني، إذا في سؤال ديني أو شيء آخر. لا والله. يتكلم وهو ساكت ويعلق على الحائط ليس بساعة. يتكلم وهو ساكت ويعلق على الحائط. أيوة. السر؟ لا، في حد يعلق سر. لا. الساعة؟ لا. ليس الساعة. يتكلم وهو ساكت. لغز. لا حد يقول لي الساعة، غير الساعة. طيب خليني أفكر شوي. أوكي فكر. خذ راحتك. صورة، قلم، كتاب. لا. دفتر. لا. كرسي. يوضع على المكتب ويعلق على الحائط ويتكلم وهو ساكت. نحط. لا غير الساعة، غير الساعة. زين. في بيوتنا موجود، في المكاتب قلنا موجود. الجرس. لا غير الجرس. ساعة. تليفون. لا. ونعلق. القلم، القلم. لا لا لا. قلت لك نعلقه على الحائط وموجود في المكتبة. المكتب. هذه. التقويم. التقويم؟ ايوه. ونقول لك الف مبروك، اجابه صحيحه القاري يا جماعه. الله يسعدك. ربحتوا معانا جائزه من زبرجد المجوهرات، وجائزه من ايشي محمد، وجائزه من الهيلتون عباره عن قسيمه لمنتجع سلوى. الله يسلمك. وجائزه من تيتانيوم عازل وحمايه، وجائزه من مركز المحمود الطبي، وعطور من الجزيره العطور. الف مبروك. شكرا. الله يعطيكم العافيه. الله يسلمك. سؤالكم يقول: ما هو اليافوخ؟ فكر معانا. سامع باليافوخة؟ يافوخة؟ إيه؟ لا والله. ما هي اليافوخة؟ لا والله أول مرة أسمع فيها. هي شيء تأتي مع طفل جديد الولادة أو حديث الولادة. حبل السري؟ غيره. الرزق تاعه يعني؟ الرزق تاعه. أوكي. الرزق تاعه والاسم. الاسم والرزق. والنسب. والنسب. صح؟ كل هالأشياء تجي مع يعني هو حديث الولادة، بس كل هالأشياء بعيدة عن الإجابة. كلها. اليافوخة ده مرض يعني أو حاجة ولا؟
يطلع الأطفال حديثين الولادة. في الصفرة ولا مش مرة؟ في الخضرة. لا كان بيقول هذا الولاد. ما هو اللي بيجي للطفل وهو صغير الصفرة. أنا لا شفت لا ده. لا لا. اليافوخ. نعم بساعدكم. هو شيء يأتي مع المولود الجديد. يعني يمكن يكون الحبل السري. الحبل السري. لا غيره. القشرة بتغطي الرأس مثلاً غشاء. لا. نعيد السؤال. ما هو اليافوخ؟ اليافوخ هو البقعة اللينة اللي بتيجي مع حديثي الولادة وتغلق مع مرور الوقت. إجابة صحيحة. ألف مبروك. عطوني القاري. ربحتي معانا جائزة من زبرجد للمجوهرات، وأيضا ربحتي معانا جائزة من مطعم إيتشي محمد ومن الهيلتون، عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى وعازل وحماية من تيتانيوم، وجائزة من مركز المحمود الطبي، وأكيد عطور من الجزيرة العطور. نقول لكم ألف مبروك. تستاهلوا. العفو. سؤالكم يقول: أكمل كفران النعم عنوان أبي منكم كلمة واحدة. كفران النعم عنوان البطر. يب لا. البطران. لا هو شيء سلبي صحيح. كفران النعم. كفران النعم. أيوة. كفران النعم عنوان فرع. كلمة واحدة. أقول أنت الكلمة. نعم أعطيك الإجابة. يعني أنت خدي معنى المثل وبتطلعين النتيجة. كفران النعم عنوان شيء سلبي. طغاة. لا. لا. كفران النعم عنوان كلمة. بيكون شيء يعني سلبي. سلبي أكيد. الجهل. الجهل. غيرها. قلة الإيمان. كفران النعم عنوان كلمة واحدة. البطر. لا. بعد نفس المعنى. كفران النعم عنوان إيش ممكن تكون؟ قربنا. الفزع. النقم. النقم. هل؟ النقم. الفزعة تجاوب صح. ونقول لكم ألف مبروك. ربحتوا معانا جائزة مقدمة من زبرجد للمجوهرات، وجائزة من إيتشي محمد، وجائزة من منتجع سلوى وعازل وحماية من تيتانيوم، وجائزة من أدور بيوتي لونج، وعطور من الجزيرة العطور. نقول لكم ألف مبروك. تستاهلون. الحمد لله. تستاهل. الله يسلمك. شكرا. سؤالكم يقول: لديه فروع من دون أغصان، فكر معانا. لديه فروع لكن بدون أغصان، ما هو؟ بعد سهل. أخطبوط؟ لا. لديه فروع بدون أغصان. لديه فروع بدون أغصان. إذا بتفكر هو لديه فروع بدون أغصان. سهل. لديه فروع بدون أغصان. يعني مثل النهر. نهر. أيوة. عنده فروع لكن ما في أغصان. يعني إجابة حلوة لكن مو بهي المطلوبة. أوكي. ندور غيره يعني. بس توجه سليم الصراحة، عجبتيني بالإجابة. لديه فروع؟ من دون أغصان. بدون أغصان. لغز. لديه فروع وبدون أغصان. البنك؟ إيه؟ البنك؟ نقول لك ألف مبروك، إجابة صحيحة. البنك لديه فروع في كل مكان بس بدون أغصان. ربحتي معنا جائزة مقدمة من زبرجد للمجوهرات، وجائزة من إيتشي محمد، وأيضا جائزة من الهولتون، عبارة عن قسيمة لمنتجع سلوى وعازل وحماية من تيتانيوم، وجائزة من أدور بيوتي لانج، وأيضا جائزة من الجزيرة العطور. ألف مبروك. تستاهلين. الله يبارك فيك. شكرا. الله يسلمك. Victor!